مرحبا بكم من جديد مع طريق في قناتكم افال، قناة اللي مختصة في مجال العقار. جايب لكم اليوم واحد فنية نادرة، شقة واحد فينيسون هي ممتازة، مازال ما كملاتش الفينيسون 100%، مازال الصباغة، مازال يركبوا الابواب، ولكن كتحس بان هناك اختلاف، هناك واحد ابداع، وهناك واحد اللمسة. ليس للإطراء وإنما الحق يقال، فاش كتلقى واحد الشيء اللي هو مختلف كيعجبك الحال. وبالصح اللي نقدر نزيدو راه هو بالنسبة للفينيسيون في المدينة ديال مكناس، راه كتعرف واحد التطور، واحد المنافسة اللي هي زوينة وما كتصب إلا في كما كنقولوا في الجهة ديال المشتري ديال هاد العقارات. إذن سيداتي سادتي، كنقول لكم مرحبا بكم في واحد الشقة من فئة ديال السكن المتوسط، ولكن فينيسيون اللي هي فاخرة. فينيسيون مازال كنعاودها، مازال ما كملتش 100%، ولكن كما كنقولوا ديما بالمثال، الأمثلة الشعبية ديالنا هو عربوا الدار على باب الدار. هانتوما شوفوا معايا غير الأبواب كيفاش دايرين، فينيسيون كيفاش دايرة. كنتواجد بكم بمدينة مكناس، وبالضبط على مقربة من شارع ولا من واحد من اكبر شوارع بالمدينه، هو شارع محمد السادس في اتجاه حي كامل. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فما لي الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الاشاره ورهن الخدمه ديالكم اعزائي المشاهدين جميعا. العقار من برا هو هذا، الدروج ديالنا هما هادو الدروج الرئيسيين جاو هنا. المدخل ديال بالنسبه مثلا البلاصه فين محطوطين الشقق، المدخل ديالهم الرئيسي داروا له مغلفينه بالخشب، ومازال هاد الشيء مازال كما قلت لكم مازال تيدفينه. كاين مصعد، وكاين عندنا شقه على الواجهه، مثلا عندنا الواجهه الشرقيه، وعندنا واجهه اللي هي جنوبيه غربيه. كنهضروا هنا على الشميشه، عقار اللي هو مشمش. إذن اجيو نشوفوا العقار كي جا من الداخل. اما بالنسبه للمساحه، عندنا مساحه اجماليه ديال 110 ديال المتر مربع، كتنقسم كالتالي. عندنا صالون هو هذا في المدخل ديال العقار، صالون اللي كبير، صالون متسع، ومازال غادي تكون فيه الصباغة من نوعية ديال البلاتينيا أو الصباغة ديال الخيال، المهم الصباغة ديال الديكور. بالنسبة للسقوفة دارو سقوفة اللي هما سامبل، تزاد فيهم الإضاءة من نوعية ديال الليد، وبلا سبوت ديالهم داروا فيهم لاستالاسيون ديال الكليماتيزر. ومازال هذا الشيء جمال هو هاد لا سيباراسيون، لا سيباراسيون اللي كنشوفوها في الشقق الفاخره ولا الشقق ديال السكن براكي، كانها لوحه فنيه. علاش؟ لان جا فيها هاد الديكور وكانه رخام، وجات فيها هاد السيباراسيون كما كنقولوا اللي كتهرس الاضاءه، كتخلي الاضاءه تدخل، وفي نفس الوقت الا جلستي مثلا من هذه الجهه هذه كتحجب، ما كتشوفش شنو كاين. فكره اللي هي ممتازه. بالنسبه للارضيه داروا فيها ارضيه منزليش اللي كيشبه الرخام، في الرماج ديال الرخام. بالنسبه للثمن اعزائي المشاهدين ديال هذا العقار، قاطعينو ب 560 الف درهم، ابتداء من 560 الف درهم على حساب الطابق. وهذه الأثمنة ربما كيكون فيها شيء ما من النقاش ومن التفاوض. إذا غادي نشوفوا غرفة بغرفة، تكتشفوا معايا كل شيء. بالنسبة للأبواب أنتم كتشوفوا لي ديتاي، غادي نصوركم حتى الديتاي. مثلا شوفوا معايا لي زاكسيسوار مثلا ديال الباب، عندنا هذا بواني جا بهذا اللون مختلف على اللون اللي كنشوفوا ديما. بالنسبة لالينيوم دار كله باللون الأسود، ودارو شارجمي هما كبار، وكاين هنا البالكون ولا لاتيراس، لأن لاتيراس فاش كتفوت مثلا، بالنسبة ليا فاش كتفوت البالكون كيفوت في العرض ديالو ولا في الغلق ديالو تيفوت متر وربعين، راه كتولي تيراس. هذه ما هي إلا الغرفة رقم واحد اللي ممكن تكون سيجور ولا بيت ديال الأكل، لبيت الكلاس كما كنقولوا. واحد الشيء باش نوري لكم هو هاد الشومبرات، كنسميهم شومبرات، ولا هاد الكادر ديال الباب، شوفوا شحال كبير من هنا. اما بالنسبه للواجهه الفوقاني شوفوا قداش كيغلف الباب كامل. هنا كيتفرقوا عندنا الغرف، عندي جوج ديال الغرف، الحمام، وعندي حمام واحد اخر هنا اللي مازال ما ركبش السانيتير ديالو، ولكن ارتقيت
لان كيتواجدوا هاد الشقق في واحد الموقع اللي زوين والثمن ديالهم راه الثمن اللي جد منافس. تعيت انني نصورهم لكم هما في هاد الحله ولا في هاد مثلا مازال ما كملوش، باش الانسان الى عجبوه راه ممكن يستافد من الطواق. اما بالنسبه للمطبخ فعندي مطبخ اللي هو جاهز بالبلاكارات ديالو من الفوق، بلاكارات من التحت، وبلاكارات عاوتاني في الجهه الثانيه. بالنسبه للبابو راه هو غادي يكون شيء مختلف فاش غادي تكمل في الفينيسيون ديال هاد العقار، غادي يكون شيء مختلف تماما. بالنسبه دايرين هاد الطابلو ديال التلفاز حتى بالنسبه للمطبخ داروا فيه طابلو، وكاين عندنا بالنسبه لهنا الخارج ديالو ديال المطبخ كاين فيها البالكون ديالها. بالنسبه حتى لخارج المطبخ عندنا بالكون. بالنسبه للحمامات مازال ما ركبش لهم مثلا كما كنسميوه السانيتير، مازال ما ركبش لافابو الدوش. غادي يكون الدوش من هاد الجهه هادي، وغادي يكون لافابو من هنا، غادي يكونوا على شكلات مبل، على شكل بحال غادي تقول، غادي يكون فيهم لي زاكسيسوار ديالهم كاملين، وغادي يكون فيهم مثلا الروبيني ديالهم ولي زيتاجير من تحت. نكملوا الجوله ديالنا، شوفوا معايا الزليج اللي دار مثلا في الحمام رقم جوج، حيحات داك الزليج المغربي. عندنا الغرفه الثانيه، شفنا الغرفه الاولى، دابا غادي نشوفوا الغرفه الثانيه. كما للتذكير بالنسبه للمساحه اللي عندي في هذا العقار ديال اليوم، هي مساحه 110 ديال المتر مربع، كلها ديكورات مختلفه وديكورات اللي هي جديده. البلاكارات شوفوا معايا مثلا لي زاكسيسوار ديال البلاكارات، المجبدات ديال البلاكارات اللي دايرين، والبلاكارات اللي كيكونوا جاهزين من الداخل. تما الراس ديال الناموسيه ولا الراس ديال السرير صابوا فيه هاد الديكور هذا بالاضاءه ديال الليل. وعقار كيتواجد على شارع رئيسي. قلنا اخر شيء غادي نشاهدوه الا وهو الغرفه الثالثه. الغرفه الثالثه هي هذه، فيها حتى هي كذلك بلاكارات ديالها. عقار بديكورات اللي هي جديده، عقار بشكل جديد ان شاء الله. فاش غادي يتسالى هذا العقار بلا فينيسيون، غادي نعاود ندير لكم فيديو واحد اخر تشوفوا الحله ديالو كيفاش ولات، ونستمتعوا كاملين بهاد العقارات هادو بهاد الفينيسيون بهاد الديكورات. كنقول لكم اعزائي المشاهدين دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقارات مقبله ان شاء الله، وعقارات جميله في هذه المدينه اللي قلت لكم، مدينه مكناس، مدينه الديكورات، ومدينه الفينيسيون، ومدينه العقار. الى اللقاء.